هبة عبد العزيز ممثلة مصرية جميلة جدا، بدأت التمثيل في 2009 لكنها سافرت بعدها فترة برا مصر واشتغلت في مجال الأزياء في المودلينج، ورجعت في رمضان اللي قبل اللي فات في مسلسل الكبير قوي وقدمت شخصية خشناف اللي عملت ضجة كبيرة جدا في السوشيال ميديا وعلمت جدا مع الناس واللي شافوا المسلسل. أهلا بيك يا هبة. أهلا بيك يا تمام. هبة، أنا عارفة أن أنت عملتي مجموعة أعمال فنية يعني تمثيل، منها في لمح البصر ده فيلم، البوابة الثانية ثلاثة اشتغلناها، الصياد اللي هو السنة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت، والكبير قوي. احنا دلوقتي مش بنتكلم عن الأعمال الفنية، احنا عشان بروجرام فاشن، فاحنا بنتكلم أدوارك من خل يعني أدوارك في المسلسلات وفي الأعمال الأفلام يعني. فعايزة أعرف أنت لما دخلتي المجال ده أنت كنتي موديل، خدتي كورسز exactly. مش كده؟ فأنا عايزك تحكي لي سريعا إيه اللي حصل ودخلتي إزاي، خدتي كورسز ولا لأ؟ ابتديت مع أمينة شلباية. أوكي. ابتديت من ده الموديل 11 سنة مثلا. أوكي. رحت الأمينة خدت الكورس. شكلي وطولي وجسمي كان مؤهل ان انا تخشي مجال الموديلنج. اكزاكتلي الفاشن. اشتغلت من وانا في الكورس، كنت لسه مخلصتش. وابتديت الرحله من هنا. جالك عرض على انك تعملي دور في مسلسل او في فيلم؟ لا، ابتديت اول سنه فاشن بس. اوكي. وبعدين ابتديت اخش في الاعلانات. اوكي. فيديو كليبس. اوكي، التسلسل الطبيعي بقى. اكزاكتلي. اوكي. لا، انا عايزه اعرف بقى دخلتي مجال السينما والمسلسلات؟ بديت بقى كورسات بقى تخص اخدتي كورسز. اكزاكتلي. اوكي. خدت عند عبد الهادي، خدت عند الاستاذ احمد كمال. يعني انت كنت حابه ان انت تخشي المجال ده، تاخدي التجربه دي. بالظبط. اول عمل اللي هو في لمح البصر، انت كان دورك فيه ايه وكان ستايلك فيه ايه؟ هو كان دور ملائكي قوي. هو فيلم مهرجانات شويه عشان كده ما خدش حقه في الجمهور. اوكي. ده مع الفنان حسين فهمي. اكزاكتلي. هو انا كنت طالعه بنت حسين فهمي. كان الموضوع بيتكلم عن الخير والشر وكده، فكان لبسي يميل للفواتح قوي لان كنت طالعه بريئه قوي. اوكي. هل انت لما عامه انت دلوقتي عملتي اكتر من اربع او خمس اعمال فنيه، هل بتتدخلي بما ان كمان يور موديل وليكي يعني برنت او بصمه في الموضوع الفاشن ده، فهل بتتدخلي تلبسي ايه وما تلبسيش ايه ولا لا بتسيبي الموضوع للستايلست؟ مش في كل الاحيان، لما تكون قريبه من حتتي، ما انا برضو يعني ما هي مش كل الشخصيات بتبقى فاشن. اوكي. انت أو شخصيتك ما تنفعش تبقى فاشن. انت شخصيتك انا شايفه ان انت فاشن، يعني اللي هو بلاك اند وايت وبينك، اللي هو يعني سوبر فاشن يعني. بتعملي عملتي ده في اي دور؟ يعني ايه الدور اللي كان قريب منك فسابوكي ان انت تمرحي زي ما بيقول؟ لا، انتل ناو. لا، لسه ما مرحتش. لا. يعني بتبقي انت بتبقى الدنيا يعني بيخش ذوقي في الموضوع، بس تبقى الدنيا يعني متحجمه شويه. متحجمه عشان الشخصيه بتحكم الموضوع. بالظبط. طيب، انت كنت بتتكلمي معايا قبل الهوا وكنا بنقول ان انت سافرتي بره قعدتي فتره. بالظبط. وبعدها رجعتي عملتي الصياد وكبير قوي. لما سافرتي رحتي باريس كنت بتشتغلي حاجه اسمها ميوز، فانا عايزاكي تشرحي للناس يعني ايه ميوز. هو انا ما قلتش لحد الموضوع ده قبل كده عشان مش معروف عندنا يعني ايه ميوز. ميوز دي كلمه غريبه بالنسبه لنا، بس هو بره مصر اي بيت ازياء، بيوت الازياء بيبقوا عندهم زي موديل، سوبر موديل، بتبقى عندهم الموديل بتاعت البيت بتاعهم اللي بيعملوا عليها الفاتنج، اللي بتديهم الايحاء بتاعت الكولكشن. انت اشتغلتي بيوت ازياء ايه؟ انا كنت بشتغل مع ديزاينر هاب ايطاليان هاب سعودي ارابيان. البراند بتاعه كان اسمه مالس. اوكي. بس وقعدتي هناك قد ايه؟ خمس سنين. يعني ابتديتي مثلتي شويه وبعدين قعدتي خمس سنين. طب وفي الخمس سنين دول ما كنتيش نفسك انك ترجعي تمثلي؟ كان نفسي ارجع امثل، يعني يمكن كان سبب طلوعي ان انا ارجع امثل يعني. اوكي.
فانا بديت التمثيل من قبل ما اطلع، بس انا عارفه ان التمثيل محتاج مجهود ومحتاج تصرفي عليه وتدرسي وما تستنيش منه مقابل في الاول علشان تعرفي تعملي حاجه كويسه وعشان تعرفي تستني. ما كنتيش لسه عملتي الموضوع الكورسز اللي هو مع عبد الهادي؟ مش لا كنت ابتديت يعني، لا انا خدت كورسات، كورس مع عبد الهادي وكورس مع استاذ احمد كمال قبل ما اطلع اوريدي، قبل ما اسافر. اوكي. ودخلت المجال قبل ما اسافر، بس كانت الفرصه يعني كان العائد المادي كان كبير قوي. اوكي. فكنت حابه ان هو لا اعمل ده وبعدين ارجع بقى اللي هو نقنق براحتي. اوكي. طب النقنقه اللي براحتك دي كانت في الصياد ولا كانت يعني ايه الدور اللي انت حاسه ان هو عمل بصمه بشخصيتك وان الدور علم مع الناس؟ أكيد الكبير قوي. اكيد الكبير قوي. طيب تفتكري هم لما اختاروكي في موضوع كبير قوي كان علشان شكلك وشكلك اجنبي وخشناف والجو ده ولا ايه؟ دي كانت بداية الموضوع يعني، هي شكلي كان ساعد ان انا اعمل ده، وبعدين بقى قعدنا مثلنا، لان هو برضو يعني استاذ احمد الجندي كان بيدور على كاركتر معين ينفع للدور ده. اوكي. طيب لبسك بقى في المسلسل، انت حسيتي ان هو كان قريب ليكي ولا كان بعيد عنك؟ لا كان قريب مني جدا. بعيدا عن هو يعني هو كان الستايل قريب مني جدا، بس بعيدا ان هو كان كله اسود، يعني لو حد خد باله ان هو كان اكتريته كلها غوامق. ستريك بينك يا نفس. ايوه بس اللبس نفسه كان كله بلاك. انت شخصيتك ايه؟ انت بتحبي البلاك ولا بحب؟ لا انا بحب التنوع. انت حد فانكي بقى، بتحبي الوان وبحب الكلاسيك وبحب الفانكي وبقى يعني يعني عندك كذا كذا مش شكل كذا جهه يعني. بالظبط. يمكن في كل حته بحط التيست بتاعي. بس لا بحب التنوع، ما احبش امشي على نمط معين. ايه اكتر حاجه بتحبيها في الفاشن؟ يعني ايه اكتر ستايل بتحبيه؟ يعني بتحبي الكلاسيك ولا بتحبي يعني ايه اكتر حاجه بتحسي انا قوي؟ لا يمكن كل لبس بعمله انا، يعني بحط فيه التاتش بتاعي. عملتي يعني مثلا فاشن ديزايننج مثلا ولا لا؟ لا ما يعني ماليش في الرسم. اوكي. بس بحب الستايلنج، يعني حتى لو هلبس طقم كلاسيك لازم تلاقيني حاطه فيه الحته بتاعتي. عندك الحته التاتش بتاعك. طيب موضوع التول والمودلينج وانك يعني اشتغلتي في المودلينج، هل ده ساعدك برضو في ان انت تشتغلي في التمثيل ولا حسيتي ان هو لا؟ لا ده يعني ده بارت وده بارت مختلف. ما حسيتيش ان هو موضوع ده عمل لك يمكن يعني يمكن كسر رهبه الوقوف قدام الكاميرا من خلال الاعلانات والفيديو كليبس وبتاع، بس لا التمثيل يعني دنيا مختلفه تماما. مختلفه خالص عن جو المودلينج اللي انت تقفي ان انت ما تتكلميش. الموضوع التاني لا في لا هو حتى الاعلانات انت بتعمليه، حتى بتعملي رياكشنات بس بتعملي انت. بس التمثيل انت يعني بتكرييتي شخصيه. وبعد ما بتكرييتي الشخصيه دي بتحسي بيها، فالموضوع لا متعب جدا وبيعمل هيدك. الجمهور كان بيصنفك انك شبه سكارليت يوهانسون، وانا شايفه برضو ده. الموضوع ده انت كنت شايفاه حقيقي وكنت حاسه بيه ازاي؟ والله انا اتفاجئت بالموضوع، يعني ما كانش حد قال لي، يعني يمكن شبهوني بكل بناس كتير قبل كده، بس سكارليت يوهانسون لا ما كانش حد قال لي كده قبل كده. وبحس ان هما بيحطوا اسطمبه كل الملونين مع بعض، يعني اي حد ملون فهما شبه الملونين يعني. انت شايفه ملونه بس انا الملونه يعني دي. فعلى الريسيرش لا حطوكي يعني كذا كومنت ان هو يا ريت يعني ده. بس في ناس بتزعل قوي. لا ليه؟ بصي الشاشه والله في شبه كبير. والله يا ريت، انا مبسوطه جدا، بس هو في ناس بتتضايق قوي، يعني في فانس بيتضايقوا قوي، الفانس بتوعها بتتضايق جدا. الفانس بتوعها خلاص. انت وصلت لهم. طيب انت دلوقتي كمان ظهرتي ظهور خاص في مسلسل حوالي بوخارست، تكلميني عن ظهورك في المسلسل ده. والله دورك كان فيه ايه؟ هو ما كانش دور كبير، بس هو كان دور محوري في المسلسل يعني. اوكي. بكير حد استاذ محمد بكير حد يعني صديق وعزيز ليا جدا. فكلمني قال لي هبا محتاجين حد في دور يعني دور مش كبير، بس هو المقدمه بتاعت المسلسل وبتدور عليه احداث كتير في المسلسل.
بس فما ترددتش يعني، لان كنت عارفه يعني استاذ محمد بكير هيعمل ايه يعني. المسلسل كان اكتر من رائع يعني. اكزاكتلي. طيب عايزين نتكلم عن موضوع الفوازير. انا سمعت ان انت حابه انك تعملي فوازير. ده حقيقي. قولي لي الفوازير ايه بقى؟ والله انا بتحبي الرقص، بتحبي يعني تغيير الشكل جدا جدا، وانا مفتقداها يعني، بغض النظر ان انا اعملها او ما اعملهاش انا مفتقداها يعني. انا مين اكتر حد كنت حاسه ان هو بيمثلك الفوازير؟ شريهان طبعا. ها يعني طبعا يعني من غير تردد افتقدت يعني، في الجيل ده مفتقدها. شريهان كانت برضو يعني رمز من رموز اللي قدموا موضوع الفوازير ده بشكل رائع. برضو انا شايفه ان مريم فارس قدمته بشكل حلو جدا. انا بعتذر ما اتفرجتش. لا مريم فارس من الناس اللي قدمت الفوازير بشكل حلو، بس يعني هي ما كانوش فوازير 30 حلقه اعتقد، بس كانت عاملاه بشكل حلو. وطبعا نيلي يعني طف يعني نيلي طبعا من اهم طبعاً الناس اللي عملوا الفوازير. انت بتقولي عايزه تعمليه ولا انت مفتقده فكره الفوازير؟ والله انا حابه اعمله، وحابه يعني انا شخصيا مفتقده يعني، اذا كان انا عملته حد تاني عمله بس انا مفتقده البارت دوت. حاسه ان الجيل الجديد ما عندوش الحته يعني، ما عندوش البارت ده، ما عندناش موضوع الفوازير والابهار في الصوره وبوجي وطمطم وحاجات كتير قوي احنا مفتقدينها. مع يعني في حته جاب ميسنج كده يعني، بالظبط فجوه كده في الحاجات اللي كنا بنتفرج عليها واحنا زمان، الحاجات اللي احنا ارتبطنا وتربينا يعني اتربينا عليها. اكيد. عايزه اتكلم على الستايل بتاعك يعني. دلوقتي مثلا انت الصبح بتبقي عامله ايه ولابسه ايه والميك اب بتاعك ازاي؟ لون شعرك بتحبي تغيريه ولا لا؟ بتحبي تقصيه كتير يعني؟ بحب اقصه كتير. يعني بتطوليه وتقصيه ولا بتعملي ايه؟ يعني تطوليه وبعدين ترجعي مثلا تقصيه تغيري لونه كده؟ تغيير الالوان مش قوي يعني، ما عنديش الحته بتاع تغيير الالوان قوي. اوكي. بس القص ديت عندي مشكله فيها. بتحبي القصير؟ اوكي. بس في ناس ما بتحبش القصير خالص. لا انا عاشقه للقصير يعني، انا كل ما شعري يطول بتقومي قصاه. دي مجموعه صور ليكي، دي حاجات خدتيها في الموديلنج مش كده؟ دي ما بين الموديلنج ما بين بقى باك ستيج. شعرك طويل حلو هنا. اوكي. لما مثلا بقول لك الصبح بتحبي تلبسي ايه؟ سوشيك، جينز، فلاتس كده؟ اكيد. اوكي. يعني جينز، تي شيرت، الميك اب انا شبه ما بحطش ميك اب في العادي. اوكي. يعني الميك اب بالنسبه لي هو كونسيلر، ماسكارا، روج، ردو، انا كده خلاص نزلتي. سهرت حطيت ايلاينر بجد. سهرت حطيت ايلاينر. طب بالليل ايه الشكل اللي انت مثلا بتحب يعني بتميلي اليه مثلا لبالليل؟ بتحبي بنطلونات، جوبات، يعني ايه الشكل؟ في ناس عارفه تحسي ستامبا بتحب كده بالليل. ما انا مش ستامبا خالص. مالكيش؟ امل. اوكي. انا شخصيه ملوله. انا اخر الكوسه او الجدي. اوكي. عشان كده انا شخصيه ملوله جدا. اوكي. انا اصلا بقعد يعني اللي هو لو يعني ساعه اقعد بقى اللي هو اجرب ده على ده. طب ما احط ده على ده. لا. طب بتخافي من النقد يعني؟ في ناس مثلا اللي هي فاشن ايكونز او في ناس اللي هي بتحب الفاشن قوي يعني ما يهمهاش ان مثلا الناس هتقول عليه لا ده يعني، ما بتخافش من ان هي تحط حاجه صارخة او حاجة؟ عارفة في ناس بتحب تبقى زي ما بيقولوا ايه ترند ساتر يعني، انا قررت البس مثلا كولون فوشيا فهو انا ده عاجبني. Exactly. ما بتخافيش من الناس؟ لا انا ما بكسرش القاعدة قوي يعني. اهم حاجة انا يعني انا بقى شايفة نفسي في المراية كويسة. اوكي. خلاص بقى قولي بقى اللي انت عايزاه بعد كده يا دوم ماين. طيب في النهاية عايزاكي تقولي لكل بنت بتتفرج عليك، انت يور موديل وبتمثلي، ازاي تعتني بجمالها وبشرتها وبالرجيم بتاعها وعارفة يعني كل الحاجات اللي تخص المرأة ان هي تبقى في الاخر جميلة وتاخد بالها من نفسها. يعني بالنسبة للأكل ما تحرميش نفسك من حاجة، بس كلي كميات قليلة. مهم جدا ان انت تشربي 3 لتر مية في اليوم. بتعملي كده؟ مش يعني مش لازم 3 لتر صراحه بالظبط، بس يعني مش اقل من 2. اوكي. يعني أوكي. بحاول اعمل ده لان مهم جدا للبشره والصحه وكده. اوكي. وتلعب رياضه وتاكل. الرياضه دي مهمه جدا بالنسبه لي. تلعبي رياضه.
اكيد، لان الرياضه من اهم الحاجات اللي هي برضو بتنشط البني ادم وبتخليه مود كويس. بالظبط. ويعني حتى لو ما بيعملش حاجه بس هو سعيد. هبه انا بشكرك جدا، مبسوطه جدا ان كنتي معايا. ثانك يو ليكي يا بهنام، تشرفت ان انا كنت موجوده معاكي. وشكلك زي القمر. ثانك يو. انا لازم اقول ثانك يو لنانسي سليم الماكيره بتاعتي، وحمو محسن الكوفير، عشان هم بيتعاملوا معايا جدا، معايا في كل حاجه. اوكي، ثانكس ا لوت. ثانك يو يا هبه، ويعني الى الامام ان شاء الله، ونشوفك في اعمال احلى واحلى بعدين يا رب.